قالوا الشيخ ربيع طلع فتوى في العصبجي وعديم الآداب، قال دير شيعة. الحمد لله طلع ربيع، شكرا جزيلا يا شيخ ربيع، حفظك الله بارك الله فيك أكثر من أمثال، طلعوك شيعي دبا لك ولأمثالك. هذه كذبة صلعاء. أبشروا بالتقية الدينية والتقية السياسية بالكذب الأصلع الأبلق، ولكنه يتجمل. إن من علامات أهل البدع الكذبة والاختلاق والإفك. الكذب من علامات أهل البدع، يتقربون به إلى الله. كذب على رجل من أهل السنة مخصما على كذبه،